شفاه. always here. قولي لها اني نايمة. She insists to see you. شمس شمس، جبت لك كل هذه الكوكتيلات عشان تتجهزي زين لمباراتك القوية. جلسي. زين خذوا اطلعي. ليش تعبتي نفسك؟ اجلسي. أنا مرة متوترة. ترى شيء طبيعي عشان مباراة نهائية وكذا. اتس اوكي. يا ليت نجود معي. المشكلة ما أقدر أصر عليها بعد اللي صار. طيب جربت تكلميها؟ جربت. أتابعها على السوشيال ميديا. هي حاسة بالذنب. تخيلي يصير كذا في أمي. فجأة. بدون سابق أنذار. الواحد ما يحس بالنعمة لما تروح من يده. لا تقولي كذا يا شمس. بسم الله عليها، الله يحميها يا رب، وإن شاء الله تقوم بالسلامة قريب. اشربي بس. هلا يما. يا ريت أقدر أسمع وأشوف هذه الضحكة دوم على شفافك. طيب أكلمك بعدين؟ زين. أوكي. إيش ذا اللي جيبته؟ كويس طعمه. من جد اسمعي مني، كل أسبوع واحد، المباراة كم ساعة؟ عليا حتعطيك إكسبوجر مرة حلو في السوشيال ميديا. خلاص. ما بي. هالبطولة كانت ماشية بدوني، الحين مو بقادرين. أنت حاسة بوضعك طبيعي؟ قافلة على نفسك ومقفلة الدنيا زي كذا، شايفة اللي بتسويه صح؟ أنا اللي حاسة وضعي طبيعي؟ أنت اللي حاسة وضعك طبيعي؟ ما كنا أمي اللي مرمية في المستشفى؟ مو زعلانة ولا فارق معاك؟ لأنه أنا ما أبغى أفاول عليها. ماما سعاد راح تقوم، ولما تقوم تبغيها تشوف كل واحد فيكم مقفل على نفسه غرفة زي كذا وعازل نفسه وما يبغى يكلم أحد. طيب وأبوكي ما فكرتي فيه؟ مفروض تكونوا واقفين مع بعض عيلة واحدة، تحاولوا تطلعوه من اللي هو فيه وتساعدوه. أمي ما يفرق معاها البطولة جت ولا لا، تبين الصدق مثل ما قالت البطولة هذه سخيفة. نجد أنت تقولي ذا الكلام؟ إيش بك؟ قول لعلي إني خلاص ما عاد أبي. راح تفضلي كذا طول ما أمك في المستشفى؟ على فكرة لما توقفوا كل شيء في ذا البيت أنت كذا بتدفنوها وهي حية. ماما سعاد راح تقوم، ولما تقوم راح تندم على النظرة اللي حتشوفك فيها. أمي أوريدي ما كانت تشوفني بنظرة حلوة. أنت كل يوم على ذا الحال؟ طلبت منك تعطيني وقت. عارفة أنا بجي أطمن عليك وحمشي. أروى أنا حاسس بالذنب، ما كان ودي نفرح وهي مو موجودة بيننا. بس هي راح تقوم إن شاء الله وبنسوي العرس وهي موجودة. إيه أروى، أنت شلون قدرتي تكونين قوية كذا؟ لأنه أنت تحتاجني، لأنه وجودك كمان تحتاجني، لازم أكون قوية.